وفي اليوم الثالث على التوالي يتواصل يجري التحقيق مع الأشخاص المتابعين في قضية قتل وحرق وتنكيل جثة المرحوم جمال بن اسماعيل بمنطقة الأربعة نثرة بولاية تيسي وزو، والذين يتراوح عددهم أزيد من 90 شخص. أين أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي محمد بإيداع 11 شخص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعدما استمر التحقيق معهم لساعات متأخرة من الليل؟ وبهذا مشاهدينا الكرام يصل عدد الموقوفين لحد الساعة الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى 39 متهم.